كده احنا يا دوبك عدينا الكوبري، عدينا النفق. ايه اللي بيحصل في السكه ما بعرفش. هو في كذا اصل دلوقتي بص العربيه اللي قدامك دي كولورادو، بس اللي قدامها على طول كندا. الناس اللي على السكه كتير قوي لان الصيف طلع، وكل الناس اللي انت شايفهم دول سياح. مفيش الحتت دي بالذات ما بيجيش فيها ناس. انت هنا في اقصى غرب كولورادو وداخلين على يوتا، يعني بينك وبين يوتا بالظبط كده حوالي 45 ميل. المناطق دي ما المفروض ما يبقاش فيها ناس خالص. اللي انت شايفهم كل دول اللي راح على لاس فيجاس، واللي راح على لوس انجلوس، واللي راح على سولت ليك. ففي حاجه في السكه حصلت تقريبا، قفل السكه. واول امبارح برضو كذا طريق اتقفل بسبب الحوادث.